آباء البطاريق مثال للتضحية، بيحتضن الأب البيضة شهرين كاملين وبيصوم أثناء فترة الاحتضان وكمان بيفقد وزنه. بيمتد موسم التقاثر السنوي عند معظم الطيور من الربيع لحد الصيف، أما الأنواع الصغيرة من طيور البطريق فبتتكاثر على مدار العام وعندها أقصر دولة تقاثر بتستمر 50 يوم بس. وبالنسبة لطيور البطريق اللي بتعيش في البيئات المعتدلة فبتتكاثر على مدار العام، وبتميل طيور البطريق الإمبراطور إلى التقاثر في أقصى موسم من العام وهو خلال شتاء القطب الجنوبي. غالباً ما بيصادف إن بتكون الحرارة في الخارج 50 درجة تحت الصفر، وشدة البرودة بتزود الرياح القاسية اللي بتهب بسرعة بتصل إلى 200 كيلومتر في الساعة وبتحمل معاها عواصف تلجية. ومع كل ده بيقدر البطريق إنه يتقاثر وبيحتفظ بحرارة جسمه، وكمان بيمر بكل الظروف القاسية ديت وبيعدي منها، وده بيحصل عن طريق إنه بيحتفظ بفارق درجة حرارة من 80 أو 90 درجة بينه وبين الخارج، يعني بيبقى درجة الحرارة 50 تحت الصفر والبطريق بيتمتع بدرجة حرارة داخلية بتتراوح من 30 ل40 درجة مئوية. الأكثر غرابة هو إن ذكر البطريق بيدينا أكبر مثال في التعاون الأسري والتضحية والمشاركة بين الأزواج، لما بيساعد زوجته في احتضان البيض وده بيبقى خلال فترة بتستمر لمدة شهرين كاملين. بيمتنع خلالها عن الطعام وده بيخليه بيفقد حوالي 40% من وزنه، وبيعيش الفترة ديت على احتياطيات الدهون في جسمه واللي تقريبا بتكون من 3 ل 4 سنتي. أثناء فترة حضانة البيض بتتقارب الذكور جنب بعض وبيبدأوا يعملوا تجمعات مرصوصة بشكل معين، وبتحصل تحركات في صفوف المجموعة بتخليهم يغيروا مواقعهم بشكل دوري علشان يقدروا يدفوا بعض بتكنيك احترافي، بحيث إن البيضة ما تتحركش من أسفل البطريق أكتر من 2 دقيقة، لأنها لو اتكشفت للبرد القارس بتموت. في الفترة ديت بتكون إناث البطريق في المحيطات بتدور على طعام لصغارها وبتغذي نفسها وبتخبلهم الأكل، ولما بترجع الأم وتحتضن بيضها بيستخدم الصغار منائرهم لفأس قشرة البيض، وده بعد اكتمال نموهم. والعملية دي بتستغرق حوالي 3 أيام عشان يخرجوا بشكل كامل من البيض. في الوقت ده بيتم التبادل بين الأم والأب، وبيروح الأب للمحيطات للتغذية بعد ما كان صايم شهور من أجل احتضان البيض. وبعدها لما بيرجع الذكر بيبدأ الأب والأم في تدفئة الصغار وكمان تهيئة جو ملائم ليهم، وده بيكون لفترة بتمتد ل6 شهور. بيتناوب الأب والأم خلال الفترة ديت على تربية الأطفال وتعليمهم العيش في البيئة القاسية ديت، وبيتجمع الصغار كلهم في مكان واحد، وده طبعا بيكون لتوفير حماية أكبر ليهم ضد الحيوانات المفترسة. وهنا هنلاقي البطاريق بتضرب لينا أروع الأمثلة في الحياة الأسرية القائمة على المشاركة والحب والدفء.